السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي توزيعات ماجية أو ماجي، ما أدري كلمة فرنسية، أنا ما أعرف فرنسي. التوزيعة هذه حلوة كشكل كان، لكن كأس استخدام أنا ما استخدمته فترة طويلة، ما أدري. أنا مجرد ركبت على الفيرتشوال بوكس، شفت بعض المميزات عجبتها، قلت أسوي لكم تقرير. طبعا التقرير جاء عن طريق أيمن. نشوف أول شيء الموقع حق التوزيعة. طبعا توزيع مثل ما انتم شايفين توفر بجنوم وكي دي اي افتراضيا. تحمل اللي انت عاجبك، انا عن نفسي حملت تورنت كي دي اي. تمام، اعتقد التوزيع الافتراضي عندهم الكي دي اي، ما ادري يعني، لان نشوف اغلب الصور عندهم على الكي دي اي. خلونا نشوف الحين التوزيعه بنظره اقرب. زي ما انتم شايفين التوزيع استخدمت ثيم خاص بهم، ثيم حلو. طبعا بان التوزيع مبني على الماندريفا، فراح تاخذ شوي من شكل الماندريفا. تمام، من مميزات توزيع انا جت بالنواة الجديدة اللي هي حقت لينكس 3.2 او 3.3. تمام، فخلنا اتاكد لكم من الموضوع. زي ما انتم شايفين التوزيع تستخدم 3.3.6. تمام، من البرامج اللي جت مع توزيعه جت برامج كثيرة طبعا، وهذا هو الهدف اللي هم حابين يستخدمون التوزيع عشانه، انه في بعض البرامج زي ما تقول برامج كثيره بس مو بكثيره مثل بعض التوزيعات، لا برامج كثيره مفيده. بس جاء معنا الفايرفوكس، تمام، زي ما انتم شايفين جاء الكونكوير، باقي الادوات زي ما انتم شايفين تلبثي وغيره، الاوفيس ليبر اوفيس، الجرافيكس جاء مع الجيمب. طبعا الجيمب النسخه النهائيه 2.8. طبعا جمعوا اللي هو عرض الصور، ساوند زي ال VLC، اعتقد حطوا ال VLC هم، ما حطوه. جاء دراجون بلاير، دراجون حلو. جاء ماكور للمدير للموسيقى، حطوا كي ميكس لإدارة الأصوات وغيره. بالنسبة للأدوات اللي جت معه حطوا مع الأرك، وهذا الأرك شيء مو بزين عن نفسي. أنا استخدم يعني كثير استخدم الأرك أو ملفات الضغط بحيث إني أحدد منطقة معينة أعدل بملف، فالأرك ما يساعد بالموضوع هذا. خلينا نشوف ادوات النظام اللي جت. تحطوا لك ابر وهو خاص بادارة البرامج، حذف وازالة، دولفين مدير ملفات، ما في شيء ثاني يسوى الكلام عنه. طيب، من الاشياء اللي حطوها بعد اللي هو موجود بالتوزيع اللي هو الماجيا كنترول سنتر، زي ما انتم شايفين طبعا هذا خاص بادارة التوزيع. من هنا ممكن تركيب وحذف البرامج. طبعا زي ما انتم شايفين بدا يحدث المخازن، هذه اول استخدام لي للمركز، فشي طبيعي راح يخليك يعني يبحث عن الحزمة الموجودة. اوكي، مركز البرمجيات شكله حلو. تمام، بنبحث عن شيء معين، نشوف مثلا VLC. اوكي، هذا VLC موجود. سكايب اعتقد موجود بالمخازن بعد، لا ما موجود. طيب، طبعا سكايب اعتقد ما مو مشكلة تحميله، موجود متوفر، تشيني موجود. هذا هو طبعا طريقة التثبيت، بس علامة صح من هنا وبعدين نسوي ابلاي. نطلع من إدارة البرامج. اوكي، عندك من هنا تحديث النظام، هنا تحديث هنا الوسائط، وهنا تحديث او عفوا تحديد مدى او يعني تكرار تحديث النسخه. فمن هنا ممكن تحدث كم مره يبحث عن تحديثات جديده من الخيار هذا. في عندك خيارات الهاردوير هنا، طبعا هم اضافوا بعض التعريف المغلقه المصدر وغيره موجوده هنا، نتورك، في بعض الادوات للنظام، فممكن تدير نظامك من هنا. نتورك شيرنج ما في شيء معين، سكيورتي ممكن تعدل بعض اعدادات النظام، هنا البوت مش حاب انك تشغل بالبدايه والى اخره. بالنسبه للثيمات، ومثيمات ان شاء الله راح تحصل بالتعليق تحت او بالوصف في رابط يتكلم عن واجهه الكي دي اي والتعامل معه. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.